التاونز بيت التوأم التوينز مو مش التاونز لا والله التاونز بيت مايرز عن خيركم هلا والله مقطع جديد من لعبة نيرفد او متوتر او توتر اللي هو طبعا اخر مكان وصلناه انه الاخت نورا او زوجتي نورا كلمتني كأنها شبح وقالت لي ابغاك تحرق بيت التوينز ميكر اعتقد كذا اسم البيت هنا موجود اعتقد يب التوينز مايرز حاليا انا موجود في الترين ستيشن اللي هو محطة القطار فتبغاني ارجع على الكابن حقي واجيب الكبريت والبنزين وبعدين اروح على بيت التوينز واحرق البيت ونشوف بعدها وش يصير لايك واشتراك تفعيل زر التنبيهات و الله يسترنا الرحله ذي اللي بنروح لها حاليا كانه ما عاد في نار مولعه اذا ما خاب ظني صح هنا كان في نار اول هناك كان في نار والله زي ما توقعت تذكرون بالحلقة اللي راحت يوم كنت اقول لكم ان الرجال راح يطفي علي النار والله مشواري بديت اشيل هم والله والله بديت اشيل هم يعني الحين اذا جاني دزة ما اوقف بس هل هو سريع هو يختفي ترى يجي سبون يظل مدة معينة ويختفي لكن هذا كان على النار هل هذا الشيء راح يصير موجود الحين على كل حال راح نعرف اللي اجانا الخوي ابو خشم والله الاصوات متعوب عليها بكل امانة هو بس الله يستر ما يرسبن كذا فجأة جنبي والامور بخير ان شاء الله تعال خلوه يرسبن بعيد عني عشان اقدر ابعد عنه لانه له مدى معين ويلحقني ابغى اشوف الخريطة اوه انا لفيت لفة طويلة والله بس طريقي من هنا كذا معقول الخوي فطس ما اشوفه لاني غريبة والله والله غريبة اني ما اشوفه او هذاكو والله توني كنت اسأل عنك يا خوي اي والله العظيم هذا الاور كابن لاكت 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 طيب ليش مقفل انا ما خبره مقفل دقيقة هنا في رسالة I will check my journal دقيقة الجورنال يقصد فيها الماب بس انا ابغى اشيك قاعد يشرح انه المفتاح اللي انا ابغاه حق البيت انه موجود بمنطقة الكامب سايت، منطقة الكامب يا ساتر والله انها بعيدة. يعني انا الحين فوق على اليمين. بروح تحت على اليسار. اوف. وهنا كاتبين اصلا هنا. يا الله والله يا وراي مشوار بعيد وهذا الخوي اكيد بيطاردني، بس انا عندي قهوة. استخل قهوة؟ مزمز عليها على الطريق اف عليك. وينك يا خوي؟ يا خوي! يا ولد والله انهم مرمطوني مرمطة. يعني الحين بروح اخذ المفتاح هناك بعدين ارجع البيت اخذ الكبريت والبنزين بعدين اروح على شو اسمه اوف بس ترى لو جينا الواقع ترى شيء كويس لانه اصلا اساسا انا خلصت بيت التوي ميكر هاوس وبيت المانشن وبيت الفارمر كاتج ذاك والبيت الود كولج برضو خلصته والترين ستيشن خلصتها بنهايه الحلقه اللي راحت يعني انا حرفيا سويت كل شيء مطلوب مني في الحلقات الماضية. بطاردني بس انا ما راح ناظر وراي. راح اسوي نفسي اهبل وصلت على وصلت نايس. الخوي ما طاردني كويس كويس. هو يقول انه هنا وات؟ هذا محروق. شو فيه بيده؟ هذا المفتاح اوكي. I should check my journal. I will check my okay check عدنا يلا time to head back our cabin okay معروف انه راح نرجع للكابن حقنا اوكي كلامه قاعد يقول انه والله لازم ارجع البيت حقي لانه شيء فضولي اني الاقي كبريت وبنزين في البيت حقي مثل الصوت اللي كلمني اللي يشبه صوت نورا او صوت واحد ثاني يعني هو شاكك انه مو نورا الشبح اللي كلمنا معقوله ما هي زوجته؟ طاردني صح؟ صح؟ طاردني صح؟ عادي ما يخالف حياك الله ايش في هنا ذا ترين ستيشن ذا التيميت كراش مشين والله اهني اللي سوى اللعبه كمطور مستقل انه حاط لك البيوت ذي كلها انك تمر عليها حرفيا الفارمر كاتج اخذنا منه مفتاح عشان نروح نفتح باب الود عشان ناخذ منه الفاس عشان نكسب الفاس المانشن عشان بعدها نروح التوي ميكر عشان
ناخذ من هناك مفتاح ونرجع للمانشن عشان ندخل في الماضي والحاضر، بعدين يقطونا في المحطة القطار. يعني اهنيه صراحة انه استغل كل شيء، والحين مو باقي الا الكامب سايت. اخذنا منه مفتاح عشان نرجع لبيتنا، نفتح الباب، نسكر الباب. في سيف داتا تكفون؟ في سيف؟ لا والله ما في سيف داتا. ليه؟ طبعا ما يمديني اخذ اي شيء من هنا، حتى القطاعة دي ما يمديني اخذها، ولا هذه. اوكي هذا هو، بس هذا كان مقفل اول، كيف فتح معي الحين؟ I think the time has come to burn that town's mayor's house. طيب خذ البنزين. اوكي صباح الخير. اخذنا الحين البنزين واخذنا الكبريت. الحين وجهتي للتاون مايرز هاوس. تدرون هذا البيت الوحيد اللي ما انفتح معاي؟ ولا اصلا في عندي اضغط زر اي عليه؟ وتدرون الحين لو يمسكني الخوي راح اعيد من البدايه، من يوم كلمتني ذيك الشبحه او زوجته اللي هو. انا بركز في اللعبه، ما ابغى اركز الماب. التاونز بيت التوأم التوينز، مش التاونز، لا والله التاونز بيت مايرز. حنخيركم. وش ذا يا حبيبي؟ حتى ما في انيميشن تضغط اي عشان تحرق البيت. اوكي ما فهمت حتى الكلام اللي قاله، ما فهمت. فهمت انه تعبان وانتهت اللعبة. ياهو وش ذا؟ والله العظيم لو ادري ما كنت اصلا نهيت المقطع اللي راح. يعني مالي تقريبا اسجل 16 دقيقة حرفيا. يعني المقطع بيطلع تقريبا 8 دقائق لو ما قصقص يعني. اخ والله يعني الخشب بنهاية هذا يا اخي، قسم بالله عورت لي قلبي على البليس. طيب كيف كذا؟ ليش ما في انيميشن ولا على النار؟ اوكي مطور مستقل، بس يا اخي على الاقل خلني اقرب على البيت واضغط اي بعدين خليه يطلع الكاتسين. ليش كذا فجأة تخرجني يا اخي؟ العموم ما عرفنا مين الشبح ولا عرفنا شيء بكل امانة. هل هو الخوي ناوي يكمل جزء قادم للعبة دي؟ يعني ناوي يكمل زيادة؟ غالبا يب، لانه ما ورانا ايش صار على زوجته ولا ورانا ايش صار على الشبح هذه اللي كانت تكلمني، اللي هي اوريدي زوجته اعتقد. والله كمطور مستقل امانة عجبتني اللعبة. حتى الحلقة اللي راحت ترى لعبت تقريبا قرابة الساعتين، ما ادري اذا ذكرت ذا الشيء في المقطع، وقعدت امنتج الحلقة خليتها لكم 20 دقيقة بدل نص ساعة. بكل امانة جدا كنت مستمتع فيها. حتى لو ادري الحين ان اللعبه مو باقي عليها تقريبا 10 دقائق كنت خليتها في مقطع واحد وختمناها في مقطع واحد. على العموم الله يسعدكم جميعا، شكرا لكم من القلب على دعمكم متواصل حبايب قلبي. هذا كان نهايه لعبه نيرفت او التوتر المتوتر اللي هو. في نهايه كل مقطع لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، وفي النهايه ما اقول غير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. داير راح يكون مقطع قصير، شكرا الله مو بيدي يعني، هذه اللعبه كذا من هناها. الله يسعدكم جميعا، سلام عليكم.